اول حاجه في مقاديرنا عشان نعمل رز بالفول الاخضر هنبقى محتاجين نص كيلو من الرز المصري، عايزه كمان فول اخضر متقشر اللي هو متقشر الطبقه الخارجيه فقط يعني، عايزين كمان 2 فلفل اخضر حراق، نص كوبايه كزبره مفرومه، بصله كبيره مفرومه، ميه مغليه، مكعب مرقه، زبده او سمنه، كزبره جافه، كمون وملح وفلفل اسود. على حسب بقى انتوا عايزين تستخدموا السمنه ولا الزبده براحتكم. اول حاجه هجيب الحله، انا هستخدم سمنه، وهاخد السمنه بتاعتنا نحطها كده ايه على النار. السمنه بتسيح، وقدامكم المقادير، خليني اقولها لكم تاني. عندنا نص كيلو من الرز المصري، فول اخضر، فلفل اخضر حراق، نص كوبايه كزبره مفرومه، بصله مفرومه، ميه مغليه، مكعب مرقه، زبده او سمنه، كزبره جافه، كمون وملح وفلفل اسود. لو في حد يحب ان هو ياخد الفول يسلقه مفيش مشكله، لو عايز تديله سلقه الاول وبعدين تستخدميه مفيش مشكله، ولكن هو شغال معانا مش هيبقى ناشف ولا اي حاجه وهيدخل في السوى. هنزل الاول بالبصلايه كده، البصلة بس تدبل شوية، وهنزل على طول بالفول. هقول لكم على حركة برضو تعملوها لو حاسين انه انا مش عايزه احط الرز الا لما الفول يبتدي ايه يدخل في السوى شويه، ولو انه بيستوي بس برضو ايه خلوني نحط الفول كده الاول، نقلبه تقليبه حلوه مع البصل كده كده كده. تعالوا ننزل بالبهارات، بالمرقه، والكزبرة، عندنا كمان فلفل حامي إذا تحبوا إضافته. حاسة إن المادة الدهنية محتاجة تزيد شوية، مش هحط سمنة تاني، هحط زيت عشان لسه لما هحط الرز هيبقى محتاج مادة دهنية أكتر شوية. كده هحط شوية من الكزبرة الخضراء، ملح والفلفل. نقلب، نشوح البهارات مع الفول مع الكزبرة، التفاصيل بتاعتنا اللذيذة دي. وبعدين هنعمل ايه؟ بصوا المرقه واللون بتاع البصله، وزودوا البصلايه، يعني البصلايه تبقى كبيره سنه بحيث تعمل لنا طعم في الرز، الرزيه تنزل بعد كده تبقى طعمها مميز، تتشرب كده من البصل، البصل بيدي سنه سكر. هنزل، ودي اختياريه، هنزل بشويه ميه بالشكل ده كده، تقريبا كوباية مية على حسب الكمية اللي انت هتشتغلي بيها او الكمية اللي انت عاملاها يعني. وهقوم مغطية علشان اسيب الكلام ده يبقبق كده مع نفسه، وتبتدي الفولة تحن شوية وايه تبقى جاهزة لان هي ينزل عليها الرز بعد شوية. المهم عندي ان المية كلها تتشرب وان الفوله تكون دخلت في السوى. نبص كده على الفوله اخبارها ايه بعد ما سبناها تتشوح. الاول شوحتها مع البصله، وبعدين حطيت المرقه، وحطيت البهارات، وسبتها بقى ايه الفوله كده شويه تطرى
بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حطينا شويه كزبره، انزل بالرز كده واقلب. طبعا الرز دلوقتي محتاج ان هو ياخد شويه ملح، احنا حاطين خلاص البهارات وموجوده وريحتها حلوه وكله زي الفل، وهنحط له فلفل اسود ونقلب. نقلب بقى كويس كده ونخلي الرزايه تتشرب. الحله سخنه، عايزه اجيب حاجه امسكها بيها. هنجهز بقى المايه المغليه وننزل بالمايه المغليه على طول دلوقتي، وهحط شويه كزبره كمان زيادة تأكيد كده من جوه، خلي الريحة خطيرة. دي كده 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 كاننا بقى بنفلفل رز عادي، بس ناخد بالنا ان كان في شويه ميه في الاول اتشربهم الرز، ونغطي ونوطي كده ونسيبه يكمل تسويه. هو لسه طبعا محتاج ايه تكه كمان، بس ايه مش عايزه احط له ميه، عايزاه يستوي على شويه البخار اللي موجودين وكده يبقى زي الفل. عايزه اوطي النار، حاسه عامل قعر، مع انه لا يعني النار على اقل حاجه. هسيبه يكمل شويه. رز تحفه وريحته تحفه، تقولوا رز بالخلطه. ده بقى بيتاكل كده جنبه سلطه بس، اكله تحفه. ويا سلام بقى لو جنبه كمان شويه سلطه زبادي. احنا عندنا كزبره صح؟ عندي؟ عندي. نرتب بس الطبق، وهنحط على طول شوية كزبرة خضراء على الوش وكده تمام. الفول بس عايزاه يبان. التناتيش بتاعتنا تبقى ايه مظبوطة. اوكي.